عاد الإمام أول المعزين في وفاة والد الفنانة داليا البحيري. وفاة والد الفنانة داليا البحيري تشيع جنازة من مسجد الحصري بأكتوبر. بينهم داليا البحيري وحسن حسني فنانون فقدوا أبنائهم قبل أسقص. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شرابة. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب داليا البحيري ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع الفنانة داليا البحيري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. أيمن بهجت قمر ينعي والد داليا البحيري. نعى سيناريست أيمن بهجت قمر والد الفنانة داليا البحيري عبر حسابه الشخصي فيسبوك، وكتب قمر قائلا: خالص العزاء للزميلة والأخت المحترمة الفنانة داليا البحيري في وفاة والدها البقاء لله. وقبل رحيل والدها صباح اليوم بساعات قليلة، أكدت البحيري أن والدها المريض لا يعاني جراء إصابته بفيروس كورونا، ولكن من ضعف عضلة القلب. وكان آخر ما كتبته الفنانة داليا البحيري عبر حساب موقع فيسبوك قبل ساعات من وفاة والدها: لكل اللي بيسأل عن بابا وبيدعي له بشكركم من كل قلبي، وهو محتاج دعواتكم جميعا، وربنا يعدي الأزمة دي على خير، وأسف لو اتأخرت في الرد عليكم. إيمي سالم تنوي وفاة والد داليا البحيري بكلمات مؤثرة. نعت الفنانة إيمي سالم وفاة محمود البحيري والد الفنانة داليا البحيري بكلمات مؤثرة، وذلك عبر صفحتها الخاصة على تطبيق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقالت إيمي سالم: الله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإن لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله أنكل محمود البحيري والد صديقة الفنانة داليا البحيري، وستقام صلاة الجنازة اليوم بين صلاة المغرب والعشاء في مسجد الصديق بمساكن شيراتون. وتابعت إيمي: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم منزله، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وذرية خيرا من ذريته، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مرات عدود إلى جناتك جنات الخلود. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. تغمد محمود البحيري برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يصبرك يا داليا ويقويك. إن لله وإنا إليه راجعون. الموت يفجع الفنانة داليا البحيري. أعلن الفنان أحمد فريد شقيق الفنانة داليا البحيري عبر حسابه على فيسبوك وفاة والده بعد صراع من المرض، وعلق قائلا: البقاء لله، توفى إلى رحمة الله حبيبي ووالدي الثاني المهندس محمود البحيري والد أخت الفنانة داليا البحيري، أسألكم الدعاء. وكانت أبدت داليا خلال الساعات الماضية حزنها على والدها، حيث نشرت عبر انستغرام صور تجمعها بوالدها. يذكر أن داليا البحيري شاركت في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائية، وظهرت بإطلالة أنيقة على الريد كاربت مرتدية فستانا باللون الأخضر الغامق، واعتمدت تسريحة شعر ذيل صان مع غرة منسدلة، ونسقت حلقا بنفس لون الفستان. تأجيل جنازة والد داليا البحيري لحين عودة شقيقتها إلى مصر. أكد أحد أقارب الفنانة داليا البحيري وفاة والدها المهندس محمود البحيري داخل أحد المستشفيات، وقال إنهم لم يحددوا بعد موعد الجنازة والعزاء بسبب انتظار شقيقة داليا البحيري للعودة إلى القاهرة بسبب وجودها خارج البلاد. وكان قد فوجئ الجميع صباح اليوم بأن الفنان أحمد فريد كتب عبر صفحته فيسبوك قائلا: البقاء لله، توفى إلى رحمة الله تعالى حبيبي ووالد الثاني المهندس محمود البحيري والد أخت الفنانة داليا البحيري، نسألكم الدعاء. ولم تمر الدقائق إلا وحذف البوست الذي كتبه على صفحته الشخصية، وحاول اليوم السابع الاتصال به ولم يرد، وبعدها أغلق هاتفه. وبالاتصال بالفنانة داليا البحيري ردت إحدى صديقاتها معتذرة أن داليا في حالة سيئة وأن والدها ما زال في المستشفى وفي وضع صحي حرج داخل المستشفى. كما أكد الفنان منير مكرم أحد أعضاء نقابة المهن التمثيلية بأن النقابة ليس لديه أي خلفية عن هذا الأمر، إلى أن أكد أحد أقارب الفنانة خبر الوفاة. يذكر أنه انتشر خلال الدقائق الماضية خبر وفاة والد الفنانة داليا البحيري المهندس محمود البحيري. حسب ما كتب الفنان أحمد فريد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، إلا أنه عاد وحذف ذلك المنشور ثم عاد نشره مرة أخرى. حقيقة وفاة والد الفنانة داليا البحيري. بعد دخول والد داليا البحيري المهندس محمود البحيري بعد دخول والد داليا البحيري المهندس محمود البحيري الى احد المستشفيات لمروره بازمه صحيه حاده، فوجئ الجميع صباح اليوم بان الفنان احمد فريد كتب عبر صفحته فيسبوك قائلا: البقاء لله، توفى الى رحمه الله حبيبي ووالد الثاني المهندس محمود البحيري والد اختي الفنانه داليا البحيري، نسالكم الدعاء. كاظم الساري يرد على شائعة وفاته على يد زوجته المغربية. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان كاظم الساهر التي انتشرت بقوة خلال الساعات الماضية. من كتب خبر وفاة الساهر فبرك سيناريو الوفاة وطريقتها ومكانها، مشيرا إلى أن الوفاة حصلت في إحدى مستشفيات بيروت إثر تعرضه للتسمم بعد تناول وجبة إطعام العشاء التي أعدتها زوجته المغربية. كاظم الساهر علق على الخبر بنشر كلمات أغنية عبر حسابه الرسمي على فيسبوك للتأكيد أنه منشغل بالتحضير. يشار إلى أن كاظم الساهر أعلن ابتعاده عن ممارسة أي نشاط فني خلال العامين المقبلين لتفرغ الإنجاز ألبومه الجديد. في المقابل لم يصدر أي شيء جديد حول موضوع زواج كاظم الساهر الذي يتحفظ عن التحدث حوله في الإعلام. وكان كاظم الساهر قد احتفل بزواج ابنه الثاني عمر قبل عدة أسابيع.
حقيقة وفاة كاظم الساهر ما بين حادث سير ووجبة مسممة. أثار خبر وفاة النجم الكبير كاظم الساهر الذي انتشر عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة مؤخرا حالة من الفزع والهلع على المطرب الكبير الذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، حيث اصطدم عشاقه بهذا الخبر الذي طال نجمهم خلال الساعات الماضية قبل أن يقرر كاظم نفسه تكذيب كل تلك الشائعات، حيث خرج عن صمته مع تلك الشائعات التي ارتبطت به أكثر من مرة، حيث لا تعد تلك المرة هي الأولى التي يرتبط فيها اسمه بهذا الأمر. كاظم الساهر فضل الرد على تلك الشائعات عبر السوشيال ميديا أيضا، وتحديدا خلال حسابه على فيسبوك حين نشر على صفحته مقطعا من واحدة من أغانيه تأكيدا على عدم صحة ما قيل بخصوصه وأن الوفاة لا تتعدى كونها مجرد إشاعة، بكتابة متمرد أيضا: أنا وحبيبتي متمردة متمردان مميزان وعاشقان بعنفوان وحياتنا متجددة، وذلك بعدما لم تقف تلك الشائعات عند حد وفاته فحسب، وإنما ذهب البعض لأسبابها، حيث كتب البعض أن كاظم الساهر توفى أثر حادث أثناء تواجده في إحدى البلدان بأوروبا، بينما ذهب آخرون أنه لم يتعرض لحادث ولكن توفى عقب وجبة مسممة أودت بحياته. أول تعليق رسمي على أنباء وفاة كاظم الساهر: كشفت إدارة أعمال الفنان العراقي كاظم الساهر حقيقة الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول أنباء وفاته، إذ أثارت تغريدة غريبة لأحد الأشخاص على تويتر ضجة كبيرة وحالة من القلق بين جمهور الفنان على صحته. وذكرت إدارة أعمال الفنان العراقي أن ما تم نشره لا صحة له على الإطلاق حسب ما صرح به أحد أفرادها خلال برنامج إي تي بالعربي، وأثيرت البلبلة عندما نشر شخص تغريدة قال فيها: إن الفنان العراقي توفى في إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، مضيفا أن سبب وفاته صادم هو قيام زوجته المغربية بدس السم له في العشاء. كما انتشر العديد من الأخبار عن وفاة الساهر بحادث سير في إحدى البلدان الأوروبية ليتم تداولها بين الجمهور وسط تساؤلات كبيرة ومطالبات من مكتبه الإعلامي بالخروج لتوضيح الحقيقة. وإزاء هذا التزم المكتب الإعلامي للفنان العراقي الصمت ولم يخرج بأي توضيح حول إشاعة الوفاة، ما زاد من قلق جمهوره ومحبيه في الوطن العربي، حيث خرج التوضيح السالف ذكره. يذكر أن الفنان العراقي كاظم الساهر أعلن أخيرا عن نيته الدخول في عزلة من أجل التفارغ لألبومه الجديد، فيما كشف الجدول الخاص بموسم الحفلات في الرياض أن الساهر سيحيي حفلا غنائيا ضمن الموسم في 12 من شهر كانون الأول ديسمبر المقبل. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثنا لا تنسوا الدعاء لوالد الفنانة داليا البحيري في التعليقات، ولا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.